افضل انت البس في هدومنا لحد ما بقاش عندنا هدوم نلبسها. ايه لا لابس هدوم مين؟ لابس هدومك انت. هدوم انا؟ بسمتك يا اكرومي، انت هدومك هتيجي على قدي؟ وبعدين اقول لك الكبيره بقى، انت لابس اصلا البنطلون بتاعي والتيشيرت بتاعي. ايه ده؟ مش تقول لي مش تقول لي الصبح ان دي الو؟ ايه زينب؟ ايه؟ انت تحت؟ ماشي يا زينب اطلعي اطلعي مستنيكي. باي. هي جايه على خناق يا عم، ربنا يستر عليك. خش يا زينب. انا كلمتك كتير وانت ما بتردش. كنت مشغول يا زينب. مشغول في ايه؟ في اي حاجه. بعدين وانا مش سايب لك البيت عشان ما يحصلش اي مشاكل، وجيت قعدت هنا مع اخواتي، ايه اللي جايبك ورايا؟ انا مش جايه عشان اعمل مشاكل، انا جايه عشان ابقي عليك وبحبك. ما انا كمان بحبك يا زينب، بس لازم تقدري موقفي. انا نفسي في اطفال. انا كمان نفسي في اطفال على فكره، نفسي ابقى ام، وتعبت وبحاول، بس دي حاجه مش بايدي، اعمل ايه يا زينب؟ ما هي ولا بايدي انا كمان. طب انا ذنبي ايه؟ الله، انا نفسي في اطفال سواء منك او من غيرك. يا ابني بطل كفايه فرك بقى. يا ابني اخوك متخلف، ده ممكن يرمي من البلكونه. يا عم مش هيعمل حاجه، ما تقلقش. تعالى بس اقعد جنبي، انا عايزك. تعالى. ماشي يا عم. انت مالك زعلان ليه؟ يا عم هو انت في ايه ولا في ايه؟ قول لي بس زميلي اللي مضايقك. مش حكايه والله، حوار الجيش ده حرق لي دمي. ليه؟ حوار صعب يا كرامي. ايه خلينا احلق دقني يا كرامي. هيخلوك ايه؟ احلق دقني. يا اخي تحلق 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 دقنك. وانا فاكر هتزعل عشاني. يا عم ازعل عشانك ايه يا عم انت؟ مستشفيات ورايحه وجايه ودكاتره. بعد القرف ناس استحملته منك، مفيش واحده تستحمل القرف ده. قلت لك هرميها بالكونه. طب قوم بس شوف. اقوم ايه يا عم؟ اضربني يا عم. حيوان مش هقوم بس. ما بتحسش باي حاجه. قول لي اخلص. طب انت دبسني. اخلص بس. روح. طيب تعبت والله منك. ماشي يا زينب، مش انا اناني؟ طب انا من بكره هتجوز وبقى اخبط دماغك في قربها حته بقى. سكه جايب لاخر الدنيا في ايه يا عم؟ انت مالك؟ انت ما تدخلش ما بيننا. انا مالي ازاي يا احمد يعني؟ في ايه؟ بقول لك ايه يا نمر، ما تدخلش ما بيننا بعد اذنك. اتفضل. بحبكوا بقى. بقول لك ايه، اطلع انت بقى لاخوك عشان ما تكبرش لحد. طيب سيبولي سيبولي. انا اصلا ما بقتش عايزاك خلاص، وقرفت منك. في ايه؟ بقيت شخص مقرف. ايه ده يا احمد؟ ايه ده يا زينب؟ ايه ده يا زينب؟ ده حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انا ما بقتش عايزه خلاص. طب ايه يا زينب؟ في ايه يا احمد؟ يا عم انت مالك؟ يعني انا مالي يا احمد؟ مش كده يا اخي، دي بنت ناس حتى يا اخي. يا عم حد دخلك ما بيننا؟ ليه تحاسبها على حاجه بنسميها فيها يا احمد؟ انت ايه ماليش كبير يا اخي؟ انا ماليش كبير وانت عارف ان انا ماليش كبير. يلا اتفضل خش على جوه. هو ده اللي انت فالح فيه بس زعيق وبس. يا اخي انت ايه ده فعلا؟ مالهاش حاجه ليها بطيئك يا اخي. الو، ايوه احمد معاك. ايه محمد اخويا استشهد؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. ازاي ده حصل؟ طب اهم حاجه محدش يبلغ اكرامي. محمد يا عماد مات. معلش يا كروم انا معاك. مش هرجع تاني، الناس تشوفه قوي. هيوحشنا ده كان بحلى قوي. اجمد يا كروم، انا معاك على طول. انا اسف ان انا في يوم قسيت عليك. الدنيا ما تستاهلش.